نحن واضحين منذ بداية تأسيس حركة امتداد، وأيضا هذا موجود على ما أظن وسمعت أيضا حتى في باقي الحركات التشرينية في نازل أخذ حقي وفي البيت الوطني، أنه عدم الاشتراك في أي محاصصة مقيتة، باعتبار أن المحاصصة كانت هي السبب الأساسي في تردد الوضع العراقي وتدهور حالته اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واجتماعيا وأمنيا. نعم. فمن المعيب أنه نتراجع عن وعودنا، وأيضا نحن واثقون بأننا بالاشتراك مع الأخوان المستقلين الذين إن صح أنهم مستقلين وثبتوا على مواقفهم التي وعدوا الشارع بها، سنكون قوة كبيرة داخل البرلمان تكون مؤثرة في تغيير بعض القوانين وأيضا في إقرار أخرى. بس قبلها عندكم شروط للاشتراك بالحكومة؟ يعني مطلق الاشتراك بالحكومة أنتم راضين به؟ لو أكو ظروف ممكن تخليكم تشتركون نهائيا ما تشتركون لو أكو نعم. مسألة الاشتراك، نعم، مسألة الاشتراك بالحكومة أخي العزيز مثل ما فضلت قبل قليل، الاشتراك في الحكومة بهذا الشكل معنى آخر أننا نجيز ونعطي شرعية للمحاصصة وأيضا لتقاسم وأيضا للمساومة، فبهذه الحالة ما راح نغير شيء. مسألة ثباتنا على المعارضة رغم وجود عدد من النواب داخل البرلمان، هذا سيكون معوق أمام أي عملية فساد وأي عملية تقاسم للسلطة خارج الإطار القانوني.